FM. الكل ملك. Headlines. 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 نبداو هيدلاينز اليوم بجريده الاخبار والدخول شهادات صادمه لحارقين توانسه محتجزين في ايطاليا في صفحه 12 تحقيق انطلاق موسم سرقه صابه الزيتون عصابات ليليه ومعاصر سريه هذا في الصفحه الثامنه بطبيعه الاخبار اللي يهم تقريبا كل الجرائد هي العمليه اللي صارت البارح في بالو العمليه الارهابيه واللي تقول جريده الاخبار عمليه ارهابيه في باردو طعن عوني امن بعد فشله في الالتحاق بداعش. نمشي الى الصريح لن تستثني اي مواد زيادات في المواد الغذائيه والمحروقات ومواد البناء في صفحه 9 اكيد الحديث على مشروع قانون الميزانيه. هجوم ارهابي جبان امام البرلمان عوده الذئاب هكذا خطط الارهابي ابو زياد لعمليه طعن جماعيه داعشي من الذئاب المنفرده راقب الدوريات طيله ايام تغطيه خاصه تقول صريح عندها في الصفحه الرابعه والصفحة الخامسة. زياد العذاري يقول الصريح هذه رقصة الديك المذبوح في الصفحة الخامسة ونواب البرلمان للصريح جيوب الإرهاب موجودة ولابد من الحذر ثم الحذر. ومواقع الرهان الإلكتروني محلات افتراضية تسوق وهم الثروة أم حل للعاطلين. قد سمعت عاطفة نمشي للشروق التفاصيل كاملة لعملية طعن الأمنيين الإرهابي يعترف الفكرة داودتني منذ يومين ولست نادما هذا في صفحة 12 من الشروق. من أجل تبييض الأموال فتح تحقيق ضد سمير الوافي وتجميد حسابين بنكيين وكيد مسلسلات كبيرة متواصلة على المستوى هذا بعد تصعيد أصحاب المال والأعمال هل يصمد الشاهد أمام غضب الأعراب. فكت سائل الشروق صفحة الرابعة قدم البارحة رسميا استقالته الرياحي يرمي المنديل وقريبا الأعلان على البديل. بارح كان سليم رياحي كان هبط بيان يقول فيه على الاستقالة النهائية والبيت البيان كان موجود على السيت نتاعنا كابراديو بوانتين. نمشيو لصحيفة المغرب إرهابي يطعن عوني أمن بسكين بداية العمليات المنفردة. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني خليفة الشيباني للمغرب يقول عملية باردو استعراضية ومحاولة يائسة لكن البلاد ليست بمنأى عن العمليات الإرهابية. تم تفكيك 522 خلية إرهابية إيقاف 624 عنصرا والقضاء على 10 إرهابيين خلال 9 أشهر في الإرهاب الرث. نمشي باقي مع المغرب واللي تقول آخر الاستعدادات المحكمة الإدارية للانتخابات البلدية المقبلة الدوائر الجهوية في اللمسات الأخيرة وستنطلق في أحسن الظروف. نمشي إلى صحيفة الرأي العام اللي ديما نذكره اللي كانت بالأزرق تولت بالأحمر وكانت اسمها الضمير. اليسار التونسي حاكما ومعارضا في آن داخل الربح في خارج من الخسارة مسلسل جهات تجميع على الضد والعطب المزمن في ذهنية بعض أساساتنا المحترفين هكا تقول جريدة الرأي العام وإلا صحيفة الضمير كما تحبون. نمشي إلى الصحافة اليوم اعتداء إرهابي أمام مجلس نواب الشعب يعودون وهذه هي الأسباب. الصحافة اليوم تقول مرة أخرى في باردو الإرهاب بسكين بين ظفرين التقوى وفي الصفحة 18 هي الأولى ضد نيويورك بعد 11 سبتمبر عملية إرهابية في مانهاتن. وأخيرا نصل لابريس واللي تقول أغريسيون تيرويست أو باردو لي سومور دو مور أوزابوا. نمشيو إلى الصفحة السابعة واللي تقول البريزيدون دو بارلمان أوروبيان أنطونيو تاجاني l'économie sera le juge de paix de la transformation politique tunisienne. La presse, relations entre les générations, conflits d'identité et manque de confiance. Akhiran Abdel Qaddous Saadawi, secrétaire d'État à la jeunesse, la clé du changement est entre les mains des jeunes. فوالا دونك اليوم نبداو انا نحب لك زولان بيان سور وقبل كل شيء على موضوع الدوله ان شكل وهو موضوع العمليه الارهابيه اللي وقعت في باردو. الحق سبع حاجات قعدت بيت فيها. اولا التيتل تو كي تشوف نتاع المغرب بدايه العمليات المنفرده
يعني هذه ما يسمى بالذئاب المنفردة أم الجلا والمنفردة، لأنه هو جلو ما هوش ذئب، الذئب يمكن ذكي، لكن زاد تعرف اللي في برد، وثم معلومة تقول وأنه مدة طويلة قد يرقب قبل ما يقوم بالعملية امتاعه. دونك تطرح تساؤلات حول زادة هذه كاميرات سيرفيانس أجهزة زادة في تونس ما عندناش بكل كاميرات سيرفيانس في الشوارع، ويلزم تتعمل وتكون كذلك تحترم الذوات البشرية، لكن للضرورة الأمنية تكون مهمة. لطوطات تاع باردو فقوا جماعة بالكاميرات سيرفيانس اللي كانت تعديهم مع بعضهم وشافوهم تعديهم الباساج باريكزومبل، منهم واحد اللي هرب لإيطاليا دونك وشارك في العمليه. وكذلك الكلام اللي قالوا سي خليفه الشيباني، تفكيك 522 خليه ارهابيه في 9 شهور، ايقاف 694 ارهابي، القضاء على 10 ارهابيين في 9 شهور. اي 522 خليه و 694 ارهابي و 3000 ارهابيين عندنا قبل، شو ما قالهم؟ اين المنظومه العقابيه؟ أين المنظومة الردعية؟ أين كذلك الاستخبارات اللي تعمل وما لا تنام في الليل والنهار من أجل وأنها تلقى الناس هذم؟ دونك ثم تساؤلات كبرى، خاصة وأنه اليوم داعش معروف هو توا اللي يسميه طريقة العمل الموديوس أوبيراندي، القاعدة هي الخلايا النامية وترقد وغيره، وداعش اللي هي بنت عم القاعدة ويخدموا بعضهم دار، والقاعدة وداعش خرجت من القاعدة. داعش تحب التريتوار، تحب الأراضي، وبدلالة وأنهم مشوا للأنبار في الأول في العراق، ومحافظة صلاح الدين في العراق، ومحافظة نينوى اللي فيها الموصل في العراق، ومشوا في سوريا لمنطقة رقة ودير الزور، وسيطروا في فترة ما على 6 ملايين مواطن، وسوا عندهم مئات الالاف الكيلومترات المربع عندهم، وعندهم اقتصاد وعندهم بترول يبيعوا ويشتروا وعملوا محاكم وعملوا هذه الحاجات. اليوم الاشكاليه هي هذه المطروحه، هي من بعد الضربات اللي كلتها تحب تلقى موطن قدم في منطقه الساحل والصحراء. الصحراء الكبرى تقريبا فيها 10 ملايين كيلومتر مربع حاجه هكا، خمس مرات قد البحر الابيض المتوسط، فيها 9 و10 دول، يعني تبدا بالسودان توصل حتى موريتانيا، تمر بجنوب تونس، جنوب الجزائر، جنوب المغرب، تمر على مصر، ليبيا، النيجر، التشاد. شوف انت مثال يحاربوا فيهم توا رئيس التشاد ادريس دبي اللي هو موجود في السلطه من عام 1990، وواترافيل لك تشاد يتقل ويضرب، يضرب في الكاميرون، يضرب في نيجيريا، في مناطق اخرى، مازالوا كيضربوا في الكاميرون عندهم 3 ايام. دونك شو عاملين هما توا؟ يحبوا يعملوا غوبلي وفي نفس الوقت يحركوا في الخلايا نتاعهم. العمليات الجديده اللي ظهرت نيس ثم المانيا ثم كذلك نيويورك مانهاتن، العمليه معناها عمليه الدهس هذه اللي يقوموا بها، ولا الذئاب المفرد اللي يتحرك وحدها في الدموس ولا سكينه مضيه ويراقب يحب يمشي يقتل العباد، لانه يعني حسب يقولوا هو ضرب امني وضرب امني اخر وخالط على امني اخر ما عرفوش ماله، ومن بعد خدته شرطة عدليه وقال واحد اعطيته مقص وقال لا صار انت معاهم حب يعتدي على واحد اخر. دونك الراجل جاي عنده نية يعتبرهم هذوما الطاغوت، دونك يلزمنا نتعاملوا مع المعطى هذا. معطى جديد، التوانسة يلزم يفهموا رادا في حالة حرب، وهي حرب وجود وليست حرب حدود، ما تعرفش عليهم وين يظهروا، ما تعرفش عليهم وين يضربوا، ينتقلوا توا يضربوا ما يسميهم بالطاغوت، لكن بالنسبة لهم المواطن هو زاد الطاغوت، ينجموا يضربوا المواطنين. الحق تساؤلات كبرى حول الأداء نتاعنا الأمني والأداء القضائي. الأمن هاو ثم التفكيك، أي ومن بعد شنو صار؟ 522 خلية لو هذا في 9 شهور، كان جي تاخذ معناها على عامين ثلاثة تو تلقى ثم 3000 خلية، أي شنو ما قالهم؟ نربطوهم مع بعضهم ونخليهم خلية أخرى، نحاكموهم، الأحكام نشددها، الإجراءات الردعية، الإجراءات بتاع المراقبة فيما بعد، الحق هذه مسألة تستاهل وأنه بشكل مستفيض نزيدوا نحكيوا فيها ونحكيوها بكل صراحة مع مراعاة بينشوء الجانب الأمني والجانب السري. ثم مسألة أخرى اللي هي معناها سرقة صابة الزيتون. سرقة صابة الزيتون تعرف شو اللي يعملوا العبيد؟ يمشي لك البقعة بيضهم كيبو عرقوب ويمشي لك البقعة نحكيوا هنا في الدخلة، ولا يا جماعه تسرى ويقص عرف تاع زيتون مره واحد ويهرب. معناها نو سولمون عندنا سرقة صابة الزيتون والغابه، كذلك حكيت انت عن معاصر السريه. ديجا سدوا زوج معاصر في المهديه وفي المنستير بدات تخدم قبل الصابه. يعني نحاو جمعوا زيتون في اكتوبر ويعصروه ويحبوا يبيعوه وقتها وسدوهم وتم عاقبتهم. معناها في الماكينجية اللي يخدموا ما يسموها الماكينة نتاع والماكينة عندها رئيس نتاع المعصرة
ثم بيت للوكيل وثم بيت للديوان وثم بيت يسميه بيت الشيطان. اليوم بيت الشيطان ولات في الغابة كلها. يعني اليوم مفروض وأن وزارة الفلاحة تشدد العقوبات في سلقة الزيتون وحرس الغابات يكون كذلك متيقظ لا لحماية يونيكمون الأراضي الدولية بل كذلك غابة الزيتون، لأنه غابة الزيتون ذهب سي دو ديامون فير. شوف أنت ولد عمناول صدرنا ما قيمته 2800 مليار، معناها 2800 مليار دو دينار، كمان حاجة كبيرة ما دخلناهاش في السياحة، ولد عمناول ما دخلناهاش في الحوض المنجمي. 2800 مليار إسلام منتظر باش تصدروا كيك. نفس الشيء بالنسبة للدقلة، الدقلة عمناول صدرنا 670 مليار، رغم اللي اون ديفيز فورت، رغم اللي نقصت الانتاج نسبه 20% والسنه ثم وفره في الانتاج وفي الاسواق حلوا الاولين في العالم. دونك اليوم ثم هذه مواد استراتيجيه ودخل عمله صعبه لتونس، يلزمنا نعرف كيفاش نحميها. دار الجليديه وخيانه في الجليد يقول لك 100 سارق ولا قايل. شو القايل؟ القايل هو اللي يعيش في القايله. خاطر السارق اشرب ويهرب، يتعدى يهز حاجه ويهرب، اما القايل ياخذ لك العرجون لمامو. دونك وتعرف اللي في النخله يخدموا بار اكزومبل القطاع ويخدموا المداده ويخدموا اللقاطه ويخدموا الوقافه ويخدموا الخماسه وتولي من دخل. دونك ثم ناس كاملين يعيشوا غاديكا كيما في الزيتون وغيره، ثم اهاجيز زاد ثم اغاني ثم عادات وتقاليد يعملوه. ماذا بينا اليوم سرق صابه الزيتون هذه وسراق الزيتون تشدد العقوبات، خاصة حتى سفيان زاد المعاصر قاعدين يقبلوا في الزيتون المسروق، هذا يعرفوا سي سور الزيتون مسروق ويلزم زاد معاقبتهم هم. اي مالها يلزم، وما تنساش زاده اللي هما قبل تو كان تمشي مثال منطقه كيما الساحل، لانه تو الزيتون اساسا موجود في الساحل وفي صفاقس. يلزمك تعرف اللي الساحل منطقه سوسه والمهديه والمستير فيها 15 مليون عود زيتون، وصفاقس فيها 7 مليون عود زيتون. كان قبل باغزومبل عندهم عساس في الساحل يسميوه الصواد، والحومه يعرفها بكلها ويعرف العباد، حتى كي تجيب انت معناها باش تكركب الزيتون نتاعك يفيق بيك. دونك اليوم هذه مساله يجب ان تاخذ بعين الاعتبار، باعتبار الثروه الاستراتيجيه اللي تشكلها اليوم زيت الزيتون والزيتون وغيره، وتشديد العقوبات في هذه المساله. واليوم معناها المضاد نتاعنا هو لو سيكوريتير وينو؟ ضد الارهاب وضد سرقه معناها الطاقات التي لا تنظم اللي هي خيرات الطبيعه. يعطيك الصحه سفيان فرحات، كانت هذه قراءه في هيدلاينز اليوم واهم عناوين الصحف التونسيه. الكلمه ليك.